شوت واحدة انوما حطك الله ارفع لمتروفيتش ادي ادي يا كريستي ادي. اهلا بيكو يا لعيبة في تاني حلقات فيفا كارير مود اللي بيتلعب بفولهام السنة دي في اول مراحل موريتسيو سير. انا اسف طبعا ما كانش في حلقة تانية الاسبوع اللي فات، لكن احنا الاسبوع ده هيبقى فيه حلقتين، لكن مش هيبقوا حلقتين نفس الكارير، هيبقى فيه قلت لكم ان شاء الله ان شاء الله مفاجأة احمد كمال يبقى موجود، هيبقى فيه حلقات فولتا، احنا بننزل بحلقة في الكارير بتاعي وكارير بتاع السير احمد كمال وحلقات فولتا ولعب تانية عشان يبقى فيه طول الاسبوع حاجات مختلفة وتشتخوا كده ونعمل لايكات على الحلقات بتاعتنا، اعمل لايك بقى كده واعمل شير وافتح التنبيهات عشان الحلقات اللي انا بقول لك عليها دي كلها توصل لك اول واحد. يلا نخش نديها فيفا تديك تراوح. زي ما انتوا عارفين طبعا يا لعيبة محترمة ان انا كسبت اول مباراة الدوري خارج ارضي. دلوقتي هوريكم الكالندر زي ما احنا متعودين، طبعا الرزيعة القدام اللي كانوا من ايام ارزع في الكارير مود عارفين ان احنا بنفتح الكالندر كده ونحدد ماتشاتنا قبل ما نبتدي. طبعا عندنا بلاك بيرن تقريبا ده هنعمل له سيميليت، وعندنا كوفنتري سيتي والله نجرب نعمل سيميليشن في الكاس ولا نلعب ماتشات الكاس دي نضمنها ونلعب بالناشئين يبقى ماتش كده فيه اختلاف. وبعد كده عندنا هادلسفيلد ده ممكن نلعبه، ميلول ونوتنجهام فورست ممكن افوت واحد فيهم والعب ضد كاردف. يبقى كده خلصنا شهر اوغست او شهر 8 ويبقى لعبنا الشهر ده كله. في الحلقات دي كل حلقه نخلص شهر زي ما احنا متعودين على حسب برضو الماتشات. ادي الايميلات بقى وموضوع اللعيبه اللي احنا بنتكلم مع بعض ده لطيف يعني. ادي ريد ديك اسمه ايه دي كوردوفا، انت اسم امك رخم قوي بس ماشي. اي بين بريتي جود، بيقول لي حضرتك انا مش لعبت في البري سيزون ووريتك ان انا بجيب اجوان وزهقت عايز العب بقى عايز العب. بص يا سيدي يعني ممكن اقول له انت الموضوع مش كله بالنسبه لك او مش انت الدنيا يعني، ممكن اقول له هفكر فيها وهحسبها، وفي اقول له ان انا ده القرار اللي هروح معاه مثلا ان انا اقول له بص يعني في ماتشات مهمه جايه وهو انبسط حتى وخليك انت معايا في حساباتي ما تتضايقش. تمام الواد منبسط. دي تشكيلتي اللي انا هلعب بيها ماتش على طول اللي هو السيميليشن، هم الاساسيين لان انا هغيرهم في ماتش الكاس. خلاص نلعب بيهم ضد بلاك بيرن ونشوف السيميليشن هيحصل ايه. السيميليشن سريع ومرعب هنا يا ساتر ما تضيعوش مني الله اكبر الله اكبر ايه الحلاوه دي 5-0 دي مفاجاه دي. متروفيتش 2 ودوكارد 2 وكافالير 1 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تاثيري عليكم كده من اول ماتش ده انا مرعب فيفا دي يا سلام. الواحد يبتدي الحلقه وهو سعيد برضه. ورينا كوفنتري نعمل سيميليشن بقى كوفنتري بقى يعني لا بس نلعبه ماتش الكاس. هنمشي في ماتشات الكاس احنا ممكن نلعب فرقه كبيره ممكن نلاقي جوارديولا نهزمه من تحت واحنا في درجه ما تعرفش نلعب ماتش الكاس ونعمل بقى الخطه البديله. طب نبص على تشكيلتنا هنا هتلاقي بنلعب بالفريق الاحتياطي ماتش الكاس ماتش الكرابا وكاب بنلعب بكامارا قدام بنلعب بريد النهارده واخد فرصته كابانو. بص مغير التشكيله بقى ملاعب 4-3-3 كمان كوبانو ده تحت المهاجمين الواد اللي هو السريع ده، وعندي في نص الملعب الناشئ اونوما وعندي ماكدونالد الكابتن اللي هو بيقولوا عنده الليدرشيب ده، وعندي ريد الثاني اللي هو الاسكتلندي ده تقريبا، وعندي ورا لاماشندا المدافع ما عنديش باك ليفت بديل فانا بخلق له مكان وهو متاح لي ان هو بيلعب باك ليفت، وعندي اودوي الراجل الكبير وعندي ريم الراجل الامريكي وعندي سيسنيون الناشئ الباك رايت وعندي بانيتيلي النهارده الراجل برده واخد فرصته لاول مره. يلا بينا نلعب الماتش ده ونشوف هيحصل ايه على ارضنا بقى. انا عايز العب في ارضي بصراحه اول مره بقى نلعب في ملعبنا. احنا طبعا لعبنا الماتش اللي فات قوي من ارض فولهام ارض عريقه طبعا ملعب فولهام نادي كبير في لندن احنا عايشين في لندن برده يعني حاجه جميله جرافن كوتج ده الملعب ده في لندن. النهارده بنلعب في ماتش كاس مش عايزين غلطات النهارده يا جماعه فرصتكم كلكم افتكروا كلامي ده يا اولاد اللي هيعلم معايا ممكن يطلع معايا الفيرست تيم عادي يلعب في الاساسي انا ما عنديش وانتوا عارفين تاريخي كمدرب. يا جماعه فريق صغير يعني ما تدخلهمش في الماتش ما تسيبهمش يمسكوا الكوره عايزين نجيب جون بدري. كره في مكان خطر
حلو قال سيسونين قوي، حلو قوي. ديله صح هناك يا راجل، مش ده مش ده. لا 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 بلاش غلطات بقى تافهه بقى، بلاش غلطات تافهه بقى. ذهبت للفريق الخصم. يلا كمانو، يلا كمانو، روح 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 ضاغط. صح 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 هو ده، شفت اهو. كيلي تمركز الجيد يساعد في قطع الكره. فقدوا الكره. حلوه ماكدونالد قوي، حلوه قوي. روح اريد، روح اريد. ياه دخل وقطع للكره في وقت حاسم. فرصه للهجمه المرتده الان. راجع راجع معاه نومه، راجع معاه انت شباب، يلا راجع. فرصه ترفيه الى منطقه الجزاء. كمارا مساحات كبيرة في الجناح. روح ولا روح؟ روح. عرضية سيئة والكرة مقطوعة. نص الملعب يغطي، نص الملعب يغطي. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. يا راجل ليه ليه من بعيد كده؟ انتقدت إلى الدقة ومرت بالسلام على المرمى. يا يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا حبيبي. يلا يا جماعه العبوا كوره، العبوا كوره، هيتوهوا منكم، ما تستهتروش بيهم. كيبانو اهي اديله بقى. قد تتسبب هذه في مشاكل دفاعات الخصم. روح هيا كمارا، هيا كاماريتو. هدف يكسر النتيجه السلبيه. ايوه كمارا صح، هو ده هو ده. يلا يلا يا ولاد، يلا يا ولاد، يلا. شوف الإعادة، انطلق لوحده، لم يتمكن أحد من إيقافه، استغل المساحات، سجل. حلو الواد كمارا ده والله العظيم جامد. على هذا الهدف. إذا أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ماكدونالد حلو يا ماكدونالد قوي، حلو قوي يا ولاد. يلا اهي اهي صح 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 صح. كرة قبل ان تصل الخصم. الحكم المباراة بيقرر اضافة دقيقتين الان. كيبانو مساحة موجودة على طرف الملعب. تدخل يبعد الكرة. حلو شوط أول يعني محتاجين أكتر بس تمام تمام، ما عندهمش هم أي خطورة، نستمر كده للشوط الثاني. جمهوركم فرحان بيكم. كمارا هايل. قدم عرض مميز. حكم يطلق صافرة أوائل بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. هايلين، هو ده هو ده. انسجام كبير بين اللاعبين. هو ده، يا سلام عليكم الله. يا ريد يا ريد، يلا معلش هتكبر شويه وتتعلمها. والواد ماكدونالد يا جماعه هايل برضه والله العظيم. شوت ماشي ماشي. ماكدونالد قد تكون هذه الفرصة. محاولة للوصول إلى المرمى. واحدة أنومة. هذه هي. ينقذها حتى كمان. ماشي 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 يا أولاد يلا. يبعدها لخارج الملعب، رمي التماس. عند الكرة الآن. أبعد الكرة من مناطق الخطر. كرة في مكان خطير.
هايلين هايلين يا جماعة. هو ده الاستحواذ، هو ده. فرصة الآن، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. كيف راح يتصرف فيها؟ شوف شوف الكرة، شوف الكرة الواحدة. البداية مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى، نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. كانت شوف الاستهتار رائعة في بناء اللعب وهدف جيد جدا. اللقطة من جديد يا جماعة، يعني ده ينفع؟ مايلين احنا 1-0 لسه. كرة كانت في منتهى الجمال. الله على اطلع سيسينيو، اطلع، تعبت. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. روح كريستو روح. كرة خارج السيطرة. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. يا عم يا عمي اوعى يا جماعه، اوعى يغفلونا. البحث عن دعم اللاعبين للهجوم اكثر لخط كره عرضيه سهله تصل الى حارس المرمى. يلا 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 يا كمارة، يلا كمارة، يلا كمارة. واحده يا اخي، ما يا اخي ويليامز. هاريلي عند الإمكانية هنا. يلا أولاد، يلا أولاد، أسرع 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 أسرع. يا عم يا عم بالراحة. يا نهار ابيض، ما راجع والنبي راجع معاه، والنبي راجع معاه. الله على حارس المرمى. انزل يا كيرني، هنا ينزل كيرني يحل الدنيا بقى شويه. اخر 10 دقايق يمكن يكون في الامل بدل كوبانو. يلا عم كيرني انت، وانا واثق فيك وانت الكابتن. يلا يا نهوي، راحت بعيدا راسيا. لا يا جماعة لا يا جماعة لا يا جماعة، ما تدونيش ان انا لعبتكم بقى. نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا يا جماعة لا يا جماعة، مش بتاع الكلام ده. ده كامل المدافع، قراءة الكرة بشكل ممتاز. مش معقولة هم ضغطنا، يعني مش معقولة في ارضنا. غريب للكرة، فرصة كانت جيدة ومواتية، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل، لكن اللاعب تسرع فيها، لعب الكرة بشكل بعيد عن المرمى. الحكم يشير إلى روح. دقيقتين فقط كوقت بدل ضايع. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. يلا يا ولد، والله أنت بطل، كمل. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب. بس هتدخلونا في قرف بقى، هتدخلونا في قرف. خلال 120 دقيقة. حلوة حلوة، يلا ريد، يلا ثقة. لن يهدرها من علامة الجزاء، تنفيذ ممتاز من اللاعب. بلحونيا خارج المرمى، كذا كانت الملامح واضحة. يختي يا ممتاز لوجهة الكرة، الحارس يوقف ركلة الترجيح، عليه الحفاظ على الركلة، تنفذ بنجاح. ايه يا راجل يا راجل يا كيرني، حارس المرمى في المكان المناسب، تصدي وردة فعل سريعة. يخادع حارس المرمى، يضعها في اسفل الزاوية، ركلة ترجيح مثالية. يا اختي لو يا نهار ابيض علي، طلعنا من الكرباو كاب، طلعنا من الكرباو كاب. الحمد لله يا رب، الحمد لله. قلبها يقف على الطلاق، قلبها يقف. اما التسجيل واما الخروج. والكرة يا ابنك ايه ده؟ ايه الفضيحة دي؟ اهدرها الفضيحة دي؟ لتنتهي الاحلام هنا، لتتوقف الحكاية بالنسبة للفريق هنا.
في سكونيا. طلعت من كشف سكونيا من على يد فريق في درجة ثالثة. طاري سويد عليا وعلى الجمهور اللي هيعمله. يعني زي ما انت قلت هي ضربات جزاء. بس دي الكورة يعني مش عارف اقول لك ايه يعني. بص اقول لك على حاجة. دي الكورة. ضربات جزاء. في الاخر. موضوع عابر يعني. وبعدين انا لسه ما قصرتش تأثيري القوي مع الفريق. فاهم قصدي؟ يعني بص احنا كنا اخطر طبعا. يعني دي نتيجة غير راضية بصراحة. يعني انا ما نوصل لضربات جزاء اصلا من الفريق درجة تالتة. حاجة تعصب. يعني يتضايقوا بقى محرين. والله بتكلم على اللاعب اللي جاب الجون ده يعني اقول لك ايه. طب هو طبعا لعيب جيد بس احنا ما عرفناش نمسكه. غلطه دفاعيه وادتنا لضربات الجزاء. وما بلاش تحكموا عليا من اول مباراه يعني. بلاش الكلام الفاضي ده. حبيبي الله يكرمك. نيله يعني نيله واتحطت على نافوخنا في اول الحلقه الثانيه كده. يعني خلينا نمشي في الدوري نخش على هادلسفيلد يمكن ننفع في الدوري. دي تشكيلتي يا جماعه اللي انا هنزل بيها قدام هادلسفيلد. عايز اقول لكم على حاجه. انا الهبل اللي حصل المره اللي فاتت ده والماتش اللي فات انا مش هسمع بيه تاني. اظن طبعا اللعيبه الاحتياطيه اللي لعبت هشوف بقى لو هشارك منها حد بتاع يعني عشان ابقى اهزر معاكم تاني واعملكم رجاله. النهارده نكسب. النهارده نمشي في الدوري. تارجت الفوز ده مش 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 اهو انا بقول اهو. العبوا عادل. مباراة صعبة. ملعب هادلسفيلد ملعب رخم. فريق كان بيلعب في البريمير ليج زيكم وقتنا وقت ما كنتوا انتوا بتلعبوا. نركز نلعب كورتنا ما يهمناش جمهورهم. جمهور رخم. جمهور بيشتم. كاشوانجا ده الواد كان بيلعب في البريمير ليج. ادي الفريق بتاعهم يا جماعة لو عايزين تبصوا بصة سريعة. في باكونة هي ده اللي انا عارفه. ستانكوفيتش. في ادمونز جرين. غير كده يعني ما تلاقيش قوي يعني. فاكرين اللعيبه دي بتاعت الفانتزي؟ خلينا نمر بشكل سريع على الفريق الضيف في مباراه اليوم. بدايه بلا هزيمه مع وصولنا للمباراه الثالثه في الموسم. كل شيء يسير على ما يرام بالنسبه للفريق حتى اللحظه. تمرير على الطرف. دول بيلعبوا كوره. باكونه وحركاته بيوزعوا. يا براين هنركز النهارده. انت ارتحت واد لما شند ده هو اللي بيلعب بقاله مع 3 ماتشات يا عيني. سايروس كريستي. جان ميشيل سيري. روح يا كريست. ماشي جدع. شوف الواد جسمه جامد برضو عن سيسنيون يا عيني. اديله بقى تاني صح. يلا ها ارفع لمتروفيتش. لا يا كريست ما تقدمش كده يا بابا. لا ارجع عم ارتر. ارجع معاه يا جماعه. اي حد يلحقه فيه ايه. شكرا عم ابراهيم. طبعا كان لازم ارجع سيري ما فيهاش كلام يعني. اوبشن رقم واحد بصراحه. بيتروفيتش. يا عمي الى وصلت اللعب ما فيها شيء بعد تدخل غير شرعي في اللقطه الماضيه. الحكم يحتسب ركله حره. يا ابن اللعيبه واحده. اوف حلوه لك يا كارني. هلا والله. يا ساتر امسك نفسك. شوف الكور بتعدي ازاي. شوف يا كريست. هاري ارتر. توم كيرني. يا عم اتحرك له يا متروفيتش. اتحرك له شويه صح. يلا كيرني صح. يلا هو ده هايلين يا جماعه. اتحركوا بقى وزعوا كوره. بيتروفيتش. بطه بلدي واقفه. بطه كره بتعدي بيواجه فيها المرمى واللاعب يختي تسديده في متناول الحارس.
توقعتش انه يشوف بسرعه، بقفل عليه لقيته شاط. الحذر من الجانبين واضح في هذه المباراه، احترام الخصم يا ولد ارثر. ها ارقام الاستحواذ في احصائيات يا مترو، ايه ده؟ ده بيشوط في نفسه. هايل هايل يا براين، براين الواد متالق هجوميا. تمركز الجيد الان يقطع من خلال الكره. اضغط يلا اضغط اضغط. هما بيلعبوا كوره برضو بيحاولوا يعني. صح كده صح كده، شفت اتقل تجيبه. روح بقى روح. بيتروفيتش انطونينو كار كيكي كتير بيحتسبه بحكم المباراة كوقت بديل. جان ميشيل سيري يا عم سيري يا عم سيري. شوط اول ينتهي والنتيجة سلبية. غير راضي انا. يلا يا اولاد احنا اخطر احنا اخطر، محتاجين بس ايه تاتش كده تاتش نجيب الجول. بين الفريقين مستمر في هذه المباراة. فقدوا الكرة. المنافس يسيطر على الكرة. هي هي هي. ممتاز في قراءة اللاعب. اضافة لفريقه والان عليه ان يغير من هذه الصورة في الشوط الثاني. راجع معايا يلا صح يلا يا عم عدى ليه كده؟ صح يا كريس صح. انشف يحمي كرته بشكل قوي جدا. صباعه وتحولت للفريق المنافس. توم كير روح روح تعرف تروح. يا نهار ابيض ضاعت الكره. معاناه معاناه في الشامبيونشيب. الحق 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 جدع جدع. يخرب بيتك يا ساتر. ولا ولا كرة بتتخلص بشكل ممتاز. يلا يا جماعة خلصوا يا عم بقى يخرب بيت كده. ده ايه يا جماعة ده؟ ماذا سيفعل الان؟ جدع يلا والله العظيم جدع فابريسيو. يا جدعان يا جدعان واكلكوا كده. ابنه 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 كوره يا عم العب بالراحه. فرص كثيره والجماهير تتفاعل. انظر الى المدرج، هذه اهميه المشجع الان في هذا. كره بتضرب الخط الخلفي. شوف الاعاده، قرار ممتاز من حكم الرايه على الرغم من ان الفارق كان بسيط جدا، لكن بالفعل لاعب كان متقدم على اخر مدافع. انزل يا ماكدونالد انزل اظبط الدنيا دي شويه. قول لهم يلعبوا ازاي يا عم ماكدونالد. يا عم كيرني اخلص ماشي كورتك سهله. يابا 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 ابتدوا يبقوا خطر ابتدوا يبقوا خطر اخطر من الشوط الاول بكتير. يا ابني بص الواد قطمني ازاي بص الواد قطمني ازاي. روح والنبي يا عم كارفالو والنبي والنبي. تغيير الوضع الان، بدا الفريق يستحوذ على الكره واصبحوا المسيطر. براين براين في الزلموكه. ايوه عطله كده قبل ما براين يجي. جوناثان هوب قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. يا اختي التقدم في النتيجه. هم احسن شوط تاني هم احسن طبعا لازم يجي جول. على الدقائق الأخيرة على هدف التقدم على الوقت القاتل في المباراة. يا رب يقطع الحلقة وعلى سنين الحلقة الثانية. انت يا ابني بتتفرج نيتك مش حلوة ولا ايه؟ وراك دروس وجاي تفقر لنا هنا ولا ايه؟ هدف يعطي التقدم. من الصعب على الخصم ان يعود فيما تبقى من وقت في المباراة. احنا لازم نقلب الدنيا اخر 10 دقايق دي، هنقلب الدنيا. انزل يا كابانو، كابانو اللي هيفرق يعني مثلا، ماشي، انزل يا كمارة، يلا يا عم.
انزل يا سيسي، مش عارف انزل مين يا جماعه، حد بيعرف يلعب كوره هنا؟ انزل يا سيسي يمكن. اه ماشي خلاص تمام. المدرب الان راح يزج بلاعبين. يلا بقى، ما خربانه خربانه. ايه ده عم كمان، ايه ده بس، هو ايه ده بس، اهدى على نفسك. ايوه جدا. دقائق فقط على الصافره. هاري ارتر يا عم اخلص، والنبي يا عم والنبي بلاش فزلك. اه الجماهير دقائق قليله تفصلنا عن النهائي. اه اجري منه واقف لي جدع يا لب، والله العظيم الواد ماشي انت، ده ارجل واحد يفقد الاستحواذ. كمل جميلك يا عم كباه كبانو. ينتقلون بالكره الى الثلث الامامي. ادي 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 يا كريستي ادي. شوف اعتراض الكره الماضيه، الان يبحثون عن تعزيز التقدم عن قتل الدقائق الاخيره من خلال هذه الضربه الركنيه. تعالوا لي، مش راجعين معايا في الاوتوبيس، تعالوا لي تعالوا لي، هاتوا لي السكه ببكت فيكم بقى من هادلسفيلد لحد لندن. هزيمه مستحقه للفريق بعد فشل في الاقناع والابداع. ايه الحلقه دي؟ ايه الحلقه دي؟ سيبنا الله يكرمك. اتفضل. انا خلقي ضيق ومشتاق نفسي. يعني الجون اللي طبعا اللي في الاخر ده ايه ده؟ يا جاست انلاكي، يعني معروفه يعني، يعني فريق بيكسب في الاخر واحنا هاجمين وبنعمل كور، بس احنا عندنا شويه لا مؤاخذه عيال صغيره. يعني بص، ماتشين ورا بعض خساره طبعا يهزوا، لكن احنا ما نتهزش، احنا ما نتهزش. تمام، هو انبسط كده مش عارفه ايه. ما بينزا، ما بينزا واز وان اوف ذا بيست بلايرز. اه ما بينزا ده اللي جاب الجون يعني، ماشي. احنا لو ركزنا نعرف نمسك مازيمبا ده عادي بصراحه. مازيمبا ده فيستك في اوقات سيميليشن ينفع، لما تكون مغاربه معاك كده تعمل سيميليشن في ارضك ينفع يعني. يلا بينا نلعب نشوف قدام ميلول، هنعمل سيميليشن ونشوف النيله دي. يلا يا جماعه عوضونا بقى على ارضنا، عايز اكسب 2-0 معقول. ميسن جاب جون وميتروفيتش جاب جون، تمام. رجعنا اول دوري الحمد لله، ثلاث يعني بص شغالين اهو، احنا زي الفل. ولاد ميسن اهو ولا كيرني ده شغالين برضو. بص يا جماعه دول لسته الهدافين يعني برضو تبصوا معانا هتلاقي ميتروفيتش اهو 3 جوان. في حد عارف حد من العيال دي؟ مش عارف ده ستورج بتاع، متهيليش، لا مش ستورج، لا في فاسل 4 تجوان هو وستورج، وميتروفيتش موجود يعني في صداره برضو 3 تجوان. اول دوري 9 نقط مع ديربي مع شيفيلد، كل الفرق دي شغاله بتسع نقط، تحت في كارد بقى في فرق كتير بسبعه، دوري لسه مولع. نوتنجهام فورست الكام على الدوري؟ السابع، اللي انا اسف الخامس، مع 7 نقط يعني فرق نقطتين. طيب وبعد كده هنلاقي قلنا اخر ماتش كاردف، كاردف اصعب وده على ارضنا، فواقعي ان احنا نعمل ده سيميليشن هو كمان ونديها سيميليشن واحد كده. يا رب نعمل نتيجه جيده عشان نخش على كاردف نقفل الحلقه بخير. ها يا 3-1 ده شيء عظيم. ارتر جاب جونين، كافاليرو جاب جون اهو، تمام الفريق شغال والله العظيم زي الفل. مصيبه انا العب دلوقتي اخسر، يبقى حاجه بصوا في منتهى السوء يعني. اخر ماتش في الحلقه ماتش كاردف، ماتش اوي، ماتش رخم، هم 10 وانا 12، احنا قريبين من بعض، يكسبوا يركبوا. شوف على طول كده. يا لهوي نوك هارت اتصاب، يا لهوي على نوك هارت اللي اتصاب، يا لهوي عليه. العب مفيش حد، العب اي تي، مين اي تي ده يعني؟ ما يعني وعنده 30 سنة، حتى مش شاب مثلا ممكن الواحد يستعمل فيه الخير. 30 سنة ايتن بيلعب معايا، انزلك ايتن يعني؟ ده كلام؟ انت تخيل نفسك مكاني يا عم ايتن، وعندك انت لعيب اسمه ايتن عنده 30 سنة و69، العبك لا مش العبك، وبتبتسم وفرحان فرحان ليه يا اخي؟ على كاريرك الاسود اللي فاشل. العب يا عم ريد بقى، اكتشاف جديد يمكن تنجح ناحية اليمين. وعم عندك عم كيرني هنا، متروفيتش، كافاليرو، سيري، براين، تمام، ارتر، ميسن، كريستي، فابريسيو، تمام. استنى عم مشيلك من الدكة اصلا، انت موجود على الدكة؟ اه مش موجود. مساء الخير. مساء الخير.
طبعا الصحفي قبل المباراة طبعا سافرنا كاردف سكة طويلة طبعا كاردف دي في ويلز يعني فادران فور بودينج جريت بوزيشن اه طبعا انا اول الدوري بتاعكم عارف بيقول لي هل يعني تقدر تكمل كده لحد اخر السنة اوف كورس يعني انتوا انا موريس سري انا مش بقدم كورة انا بقدم مزيك خليكم فاكرين الكلام ده كويس ومسير اخر السنة تثبت لكم الكلام يعني اخر خسارة لا يعني اللعيبة قد تعلى عليها لكن خسرنا لكن ان شاء الله النهاردة نعمل مباراة جيدة خارج الاراضي الفولهامية شاينينج مش عارفة ايه بيقول لي هنا طبعا لا احنا تمام احنا مش محتاجين صفقات وكلمت في ده قبل كده لسه صفقات يناير نتكلم عليها في وقتها يلا اذا المباراة يا جماعة احنا بدينا ايه دخل فينا جونين بس لحد دلوقتي يا جماعة نتيجة جيدة جدا كاردف التاني على طول بعدين ثلاث جوان داخلين فيه كاردف فريق رخم كان في البريمير ليج برضو من مفيش عنده بامبا وعنده الجون بتاعهم فاكرينه الفلبيني ده كان مقطع الفانتزي اسمه ايه كان اسمه ايه اثريدج اهو اثريدج اهو كونلي براون فريق رخم فريق كان بجد سئيل انا بتفرج عليه في البريمير ليج اعملوا له حساب اللعيبه طويله العبوا انتوا كمان على عالي متروفيتش خش فيهم جامد كسروه مع الدوري ده عايز ضرب عايز رجوله ونتمنى ايضا بان تكون على المستوى الطموحات تحرك الان ممتاز من اللاعبين باتجاه الامام انا لسه ما لحقتش ده انا بتعوب ده انا لسه بتعوب الله على لقطه ركنيه تنفذ في منتصف ال 18 اجري يا عم ارتر بقى يا عم افلت من امه لا 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 ايه ده 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 ايه اللعب ده ده انتوا بتلعبوا بقى ده احنا في لعبة بقى وفي مزيكا بتتلعب من ورايا مزيد من الاهداف شوف الاجواء انظر الى المباراة نقطة تحول الان في هذا اللقاء طب ايه ايه حارس المرمى شوف اللقطة الحقيقة ان اللاعب تمركز تحرك طلب الكرة الله نلعب ولا ايه ولا هنسيبهم كده ده بدين سخنين قوي شكل فريق بيلعب كورة برضو يعني تقدم الان بهدف مقابل الشيء هاري ارتر قد تكون هذه الفرصة وده هيا يلا هيا ردوا عليهم على طول بقى رد عليه على طول بدا الكلام يا الله نتفرج ولا ايه يا الله كان على الفريق يعني يركز اكثر فوق حلو قوي يلا لعيب حطها تحت رجله هو ده الجول عدى بيها في الزريباو جدع على جدع والله العظيم واد لعيب يا لكاهرني هدف تعديل الكفة التعادل الإيجابي 1-1 روح ولا روح ولا انت صغير روح على طرف الملعب يا ولد يا ولد بقول لك روح ها روح يا ابن اللعيبه والله العظيم هايل يا ريد هايل يا ريد صح الواد ده جريء جدا رجع سيري رجع سيري رجع بيقدم الكره بيروح فيها صح هو ده هو ده انت فاهم هو ده يا يا نهار ابيض يا نهار ابيض ارجع 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 يا جماعه يا جماعه يا جماعه وديه وديه روح يلا روح يلا ارد يلا روح على زيرو زيرو روح على زيرو يا ابن اللعيبه هات حط زيرو يا ابن اللعيبه صح مترافيتش هو ده هو ده صح يا جماعه هو دي الشخصيه الواد زيرو دفع الحيط اليمين والله متابعه رائعه للقطه الماضيه توقعها
بالشكل الصحيح حتى في المرمى في ظل غياب. احسن احسن ولاد الشخصية على طول ما همهمش حاجة. النتيجة الان 2-1 والكرة تعود الى منتصف الملعب. توتروا والله العظيم توتروا. هاتوا التالت يجي التالت يلا روح. بامبا اقطع من بامبا وديه كسر الخط الخلفي بكره. روح كفالي روح خلصها وحت امك يا ولد. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. لا لا بالراحه بالراحه بالراحه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده شربوا تفكيري ولا ايه؟ قلتلكوا التالت قلتلكوا هنضغط دلوقتي هنجيب التالت. يا ولد الواد ده يا جماعة أتقل لعيب في الفرقة بصراحة. بقى الواد ده يكمل بريمير ليج من الناس اللي ممكن تكمل معنا لو فضلوا. لعيب هينفجر إن شاء الله. المدرب حتى الآن سعيد جدا بما يقدم لاعبه في أرضية الملعب وبالتفوق الكبير في هذه المباراة. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد والكرة تعود إلى نقطة البداية. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده ايه ده فتحوا مننا ولا ايه؟ ولا يا ولد حط زيرو كده يعمل دبل كيك. بعد الكره اللي كانت صعبه واللي تالق فيها في الحفاظ على الشباكه تمركز ساعد كثيرا في قطع الكره. مينديز لاين. اللي عايز يشرب بيبسي يشرب واللي عايز يشرب سيجاره يشرب. حقكم انا مش هتكلم ولا كلمه. ضربه البدايه الرسميه على طريق الشوط الثاني. يلا يا اولاد احنا قتلناهم والله العظيم. نجيب الرابع تبقى فضيحه. نقتلهم معنويا ونعلن رسميا ان احنا اتقل ناس في البريمير ليج. يلا زي سيتي كده في الشامبيونشيب. انا اسف يا عم عديها لي يا عم علي. فرصة الآن إيفان كافاليرو بيتروفيتش. الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. كرة جميلة على الطرف يتقدم بالكرة راح فيها. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. ماكسيم لمارشال. ايه ده ويلعب كورة بقى. ايه ده ويلعب كورة في ملعبهم في وسط ارضهم. عرفوهم الكورة عرفوهم يعني ايه فولهام. هو ده ايفان كافاليرو. جماهير مستاءة من وضع الفريق في الملعب لأداء. يا ولاد يا جماعة بالراحة بالراحة. متروفيتش تيجي عندك تقف يا بعيد تقف الكورة. الجماهير لا تتحمل كل ذلك. هايل يا كريست هايل. غير مستغلة والكرة بتضيع. بص زيرو روح حبيب بابا روح يا ويا ابن اللعيبة. ايه ده ايه اللي زيرو بيعمله ده؟ زيرو ده حتة لعيب. نريح برضه لعبتنا. الواحد بيفكر للمستقبل. شكرا جدا يا عم كيرني. وننزل بقى هنا ننزل ماكدونالد وندافع بقى كده صح كده. نقوم عاملين كده ماكدونالد سي دي ام صح كده يا اسطى. ونقوم ايه وننزل كامارو بدل كافاليرو ونريحه. ننزل كامارو كده الواد سريع ويفوق الدنيا. ماشي يلا احسن. هايل يا كافاليرو والله بشيلك الماتشات الجامده. هايل بس زيرو يا جماعه سريع جدا. مش معلش حقك 3-1 حقك كله يجرب.
الضغط مستمر. تعبنا ليه؟ تعبنا ليه؟ تعبنا وقفنا ليه؟ وقفنا ليه؟ لا اوعى اوعى اوعى. صح يا براين، صح كده. حول الجناح الكره بالشكل المطلوب لكن لم تصل الى احد في النهايه. المساحه متوفره امام الارسال. وقفل عرضيه تفتقد الدقه. رجاله رجاله وجمهورك اهو فرحان بيكم في هذا المشهد. ارجع 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 بسرعه، ما تدخلهمش في الماتش حتى لو خمس دقايق. روح يا كمان، روح افتح افتح بامبا بطيء، روح افتح. يتقدم بالكرة، فرصة للعب كرة بعرض الملعب. تصويب حلوة حلوة. تصدى لها بكل سهولة. تبديل في هذه اللحظات من قبل نادي كارديف سيتي. الآن جاء الوقت اللي يستفيد فيه الجهاز الفني من دكة البدلاء، يدفع بلاعب جديد في أرضية الملعب للاستفادة. يوه حلوة يا ماكدونالد، والله انت بتشوط حلوة. تعال اصغنطط، والله العظيم هايل يا ابني، هايل اصغنطط انت. ننزل كوبا كوبا كوبانو. براين براين سادد. محاولة كرة عرضية فاشلة والكرة. خلص ماتشينا ماتشينا ماتشينا. تبديل في هذه اللحظات من قبل نادي كارديف سيتي. الاستفادة من دكة البدلاء أمر ضروري بالنسبة للجهاز الفني. لا الفريق يحاول أن يستغل هذا التغيير. الله 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 يا جماعة، العبوا بقى كورة بقى، العبوا بقى. الحكم يعلن عن إضافة دقيقتين. يا كمارة العبها بكعبك. ولا فرصة لكرة مرتدة. آخر كرة يا جماعة، آخر كرة، موتوها موتوها يلا. هايلين هايلين. لكن ضاعت في هذه اللحظة. المباراة تبوح بكل أسرارها. صافرة النهاية تأتي. مين أول الدوري ناو؟ مين؟ مين أول الشامبيون شيب؟ أنا مؤاخذة يا عم الحاج، والله أنا عارف إنه أكل عيش، بس يعني أنا برضو يعني دي فرصتي. حلقة تنتهي بنتيجة راضية جدا، كسبنا تاني الدوري، حطينا رجل، بنقول كده في تاني حلقات وبنثبت رجلنا ان احنا مدرب قادر على الطلوع مع الفرقة دي البريمير ليج، بنأكدها مرة تانية. استنونا في الحلقة التانية يا جماعة، حلقات سريعة ان شاء الله كل اسبوع، وان شاء الله نحاول نزود لكم الحلقات. اعمل لايك واعمل سبسكرايب وافتح التنبيهات عشان يجيلك كارير مود احمد كمال وحلقات فولتا والحلقات المختلفة. وكفاية لعب قوي لحد كده.